شيبسي بيفكرك اضحك لها تضحك لك. السلام عليكم، اهلا بكم معانا برنامجنا اخبار سريعه. تعالوا مع بعض بسرعه نشوف جايبين لكم ايه النهارده. محكمه ايرانيه اصدرت حكم الفتاه بوضع ميه نار في عين شاب. شاطره ميه نار في عين شاب. اعتقد ان هو لو من عابدين كان ممكن يعمل كده. الكتار will open here to pull the size in. وهنفتح ثقبين كده هنا ونعمل عمو يمين وعمو شمال. وانت شو with need a completely makeover. بيقول لك بالنسبة للفك هيتصور ونبعته يتخرج من اول وجديد. طب بقول لك ايه يا اسراك باشا، والنبي قبل ما موضوع يخرطوه يعني خلوهم يسيبوا لي رجلاش 5 مللي عشان اعرف اعضض. انتوا مجانين؟ ده انا مين حاطين؟ مجانين. وصلنا لاغرب واخر خبر معانا. اوعى حد يدي حيوان سلاح. لو اديته الحيوان سلاح خصوصا انه يكون ام ممكن يعمل فيكوا كده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، بس اخبارنا ما خلصتش. استنونا الحلقه الجايه مع اخبار سريعه. السلام عليكم.